تيدي غينير لم يخيب الظنون. الدب الفرنسي غاب لستة أشهر مضطرا، لكن ذلك لم يمنعه من نيل ذهبيته الثالثة في الماسترز. بطل العالم 7 مرات وحامل اللقب الأولمبي لم يخسر منذ 2010. إنه نجم نجوم الجودو. كلنا نملك تلك الرغبة في صعود أعلى درجات منصة التتويج. اليوم كان لي شرف ذلك، قدمت كل ما أملك. إنه فخر كبير لنا بأن نكون نجوم الجود العالمي وأن نتوج هنا بإفريقيا. أتمنى أن أعود إلى المغرب مستقبلا. المصري رمضان درويش نال برونزية أقل من 100 كيلوغرام. انا طبعا عايز اشكر شعب المغرب الجميل، لان انا فعلا حسيت ان انا بلعب في بلدي، وشعور اجمد شعور اللي انت تحس انك تلعب في بلدك، في بلد مش بلدك.